لا شك أن النزاع العربي الإسرائيلي هو من أبرز التحديات التي تواجه أمتنا الإسلامية، وذلك بسبب تعنت سلطات الاحتلال واستمرارها في سياسات التهويد وتغيير المعالم الإسلامية لمدن وقرى فلسطين المحتلة، وتغيير التركيبة السكانية فيها، ومضايقة السكان العرب وحرمانهم من أبسط الحقوق الإنسانية. ومن واجبنا في هذا الاجتماع التصدي لما تتعرض له القدس الشرقية من انتهاكات تهدد المسجد الأقصى المبارك وبنيته التحتية، وهذا ما أكدت عليه القرارات المتتالية الصادرة عن منظمتنا على مختلف المستويات، والتي توجت بالقرار الصادر عن قمة مكة الأخير. ونعيد التأكيد على ما تضمنه القرار ببطلان أي من الإجراءات والقرارات أو القرارات التي ترمي إلى تغيير الوضع التاريخي والقانوني لمدينة القدس، والتي تهدف إلى تغيير مكانتها أو طابعها الديمغرافي. الأخوة والأخوات الكرام، إن المملكة العربية السعودية بقيادة خادم الحرمين الشريفين حفظه الله تضع القضية الفلسطينية في مقدمة اهتماماتها، وتؤكد دعمها الدائم للشعب الفلسطيني في استرداد حقوقه المشروعة وإقامة دولته المستقلة على حدود 1967 وعاصمة القدس الشرقية، وفقا لمبادرة السلام العربية وقرارات الشرعية الدولية ذات الصلة. كما تبذل المملكة كل الجهد للحفاظ على الوضع التاريخي والقانوني والديني القائم للقدس الشرقية والمقدسات الإسلامية فيها، وخاصة المسجد الأقصى المبارك أولى القبلتين. ولا يخفى على الجميع ما تقدمه المملكة من دعم مادي ومعنوي للقضية الفلسطينية، ومنها مساهمات المملكة المستمرة في صندوقي الأقصى والقدس، حيث حدد رأس مال الصندوقين بمبلغ 1.5 مليار دولار أمريكي وبمبادرة من المملكة العربية السعودية، وبلغت مساهمة المملكة منها مبلغ 390 مليون دولار تم تسديدها بالكامل. كما صدر أمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز يحفظه الله خلال القمة العربية التي عقدت في الظهران بالمملكة العربية السعودية عام 2018 بتقديم مبلغ 150 مليون دولار لبرامج دعم الأوقاف الإسلامية في القدس، بالإضافة إلى مبلغ 50 مليون دولار لوكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا. أصحاب المعالي والسعادة، وقبل أن أختم كلمتي أود الإشارة إلى ما تضمنه البيان الختامي لمؤتمر القمة الإسلامية في دورته 14 التي عقدت في مكة المكرمة في رمضان الماضي، من التأكيد على تبني ودعم رؤية فخامة الرئيس الفلسطيني محمود عباس التي أعلنها أمام مجلس الأمن عام 2018 بدعوة الأطراف الدولية الفاعلة إلى الانخراط في رعاية مسار سياسي متعدد الأطراف بهدف إطلاق عملية سلام ذات مصداقية وبرعاية دولية تهدف إلى تحقيق السلام القائم على حل الدولتين وإنهاء الاحتلال الإسرائيلي الذي بدأ عام 1967، وهذا من شأنه أن يقود إلى حل سلمي يتيح لأبناء الشعب الفلسطيني العيش في حرية وكرامة في دولتهم الفلسطينية وعاصمتها القدس الشرقية.